بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قد اتفقنا على أن نحصر مذاكرة اليوم بالنصوص القرآنية التي تتضمن كلمة تطيع. أنا حفظت هذه الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تطيعوه تهتدوا. هذه من سورة النور، فهل تحفظينها كاملة الآية؟ أعني طبعاً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لحظة من فضلك. أي أطيعوا الله بإخلاص النية وترك النفاق، وأطيعوا الرسول بالاستجابة لأمره والتمسك بهديه. نعم. فإن تولوا، أي فإن تتولوا وتعرضوا عن طاعته، فإنما عليه ما حمل، أي على الرسول ما كلف به من تبليغ الرسالة. وعليكم ما حملتم، أي وعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة واتباع أمره عليه الصلاة والسلام. وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن أطعتم أمره فقد اهتديتم إلى طريق السعادة والفلاح. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، صدق الله العظيم. وأنت يا أختي، هاتي آية كريمة تتضمن كلمة تطيع. أنا حفظت هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا، قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ليتنا نسمع التفسير. التفسير موجود، ها هو ذا. أي زعم الأعراب أنهم آمنوا. قل لهم يا محمد إنكم لم تؤمنوا بعد، لأن الإيمان تصديق مع ثقة واطمئنان قلب، ولم يحصل لكم، وإلا لما مننتم على الرسول بالإسلام وترك المقاتلة. ولكن قولوا استسلمنا خوف الفشل والهزيمة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية الكريمة ما أكثر ما سئلت عن تفسيرها. اسمع يا عزيزي. نعم. قال المفسرون نزلت هذه الآية في نفر من بني أسد. ماذا؟ في نفر من بني أسد خدموا المدينة في سنة مجدبة، أي قاحلة، وأظهروا الشهادتين، وكانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم أتيناك بالأثقال والعيال، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وفلان. يريدون ماذا؟ أظنهم يريدون ابتزاز أموال المسلمين. أحسنت، يريدون المال، وكانوا يمنون على الرسول الكريم بأنهم لم يقاتلوه. عجيب عجيب. طبعا لهذا قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. واضحة، أي ولم يدخل الإيمان إلى قلوبكم بعد، ولم تصلوا إلى حقيقته. أصبت، لأن لفظة لما تفيد التوقع، كأنه يقول وسيحصل لكم الإيمان عند اطلاعكم على محاسن الإسلام وتذوقكم لحلاوة الإيمان. ثم انظر تتمة الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. لا يلدكم يعني لا ينقصكم شيء. ماذا؟ لا ينقصكم شيء، أو لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يلدكم من أعمالكم شيئا. ما ألاته من عمله شيئا، أي ما أنقصه. لاته عن كذا يليته ليتا، حبسه عنه وصرفه. لا تزيدا حقه، أنقصه حقه. ولات الرجل يلوت لوتا، أخبر بغير ما يسأل عنه. لات الخبر، كتمه وحبسه عن وجهه. عصى، عصى نقيض أطاعة، وعصوا نقيض أطاعوا. عصوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا في يوم القيامة. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول. عصوا بفتح الصاد، أحسنتي. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العظيم. عصوا. مهلا مهلا، أرى كنا تتجاوزن مرحلة التفسير. وماذا نفسر يا أمي؟ المعنى واضح، وهو أنه في ذلك اليوم العصيب يتمنى الفجار الذين جحدوا وحدانية الله وعصوا رسوله لو يدفنون في الأرض ثم تسوى بهم كما تسوى بالموتى، أو لو تنشق الأرض فتبتلعهم ويكونون ترابا، وذلك لما يرونه من أهوال يوم القيامة.
كل هذا صحيح، ولكن ما تفسيرك للعبارة الأخيرة بعدها؟ ولا يكتمون الله حديثا؟ نعم، بسيطة. لا يكتمون الله حديثا، أي لا يستطيعون أن يخبئوا عن الله حديثا، لأن جوارحهم تشهد عليهم بما فعلوه. شلودهم، عيونهم، ألسنتهم تشهد عليهم. والآن أكملنا المذاكرة. عصوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. هذه الواو، واو الضمير للجماعة في عصوا، تعود على فرعون والمؤتفكات. المؤتفكات أي المنقلبات، وهي قرى قوم لوط. إذن نبدأ من قوله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي جاء فرعون الجبار ومن تقدمه من الأمم الطاغية، والأمم التي انقلبت بهم ديارهم جاءوا بالخاطئة، أي بالفعلة المنكرة، وهي الكفر والعصيان. فعصوا رسول ربهم. أظنك قادرة على تفسيرها لنا؟ أي فعصى فرعون الرسول موسى عليه السلام، وعصى قوم لوط رسولهم لوطا عليه السلام. فأخذهم أخذة رابية، أي فأخذهم الله أخذة زائدة في الشدة على عقوبات من سبقهم، لأن جرائمهم زادت في القبح والشناعة على سائر الكفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخذهم أخذة رابية. والربا المحرم على الإنسان المسلم، أن أكتبه مثل هذه بالألف الطويلة أم نكتبه مثل هذه بالألف المقصورة؟ رحم الله والديك. نقول ربا يربو رباء وربوا، أي زاد ونمى. وما دام الفعل ربا يربو بالواو وليس ربا يربي بالياء، إذن نكتبه بالألف الطويلة. نعم، أحسن الله إليك، فقد أفدتني فائدتين. أولاهما أن الربا المحرم علينا يكتب بالألف الطويلة. والثانية؟ الثانية أن معنى ربا زاد ونمى. طبعا، فالله سبحانه وتعالى يربي الصدقات، أي يزيدها وينمي خيراتها. وفي حديث الصدقة أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال في وصف الصدقة: إنها تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، أي إنها تزيد وتنمو. هنيئا لمن يتصدقون. والربوة، الربوة هي التلة أو الأرض المرتفعة عما حولها؟ هي من الفعل ذاته. قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: الفردوس ربوة الجنة، أي أرفعها. الفردوس ربوة الجنة. وماذا عن الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت؟ الفعل ذاته، أي عظمت وانتفخت. وقولهم فلان أربى على الخمسين سنة، أي زاد على الخمسين سنة. كشفت لي المرآة شيخا كبيرا، عاش حتى تعرف الأحوال. قلت: كم عشت؟ قال: 90 عاما. قلت: ماذا لقيت فيها؟ فقال: أكلات تركتها فضلات، وشروبا أرقتها وصنوفا، وثيابا لبستها فاخرات جددا، وانتزعتها أسمالا،
كل من في الحياة لا شك يفنى، غير وجه الكريم يبقى تعالى. اسمعوا وعوا قول الحسن البصري. ومن هو الحسن البصري يا سيدة تدري؟ عجبا، فمن يجهل الحسن البصري سيد التابعين الذي سار صيته في الآفاق بعلمه وعمله وجهاده وتصديه للطغاة؟ لا تؤاخذنا يا سيد أتدري، فقد شغلتنا أموالنا وأهلنا عن طلب العلم. ولكن مهما تكن مشاغل الحياة فلا يجوز أن تشغلنا عن أمور ديننا وعن تاريخنا وعن أجدادنا العظام. تفضل يا سيد أتدري، ولن أسألك بعدها أبدا. لا يا أخي، هذا خطأ فادح. السؤال باب من أبواب العلم وقنطرة موصلة للفهم. اسأل ما بدا لك إلا عن الحسن البصري، فهذا علم شامخ على الدهور. إذن تفضل يا سيد أتدري واقرأ علينا ما قاله الحسن البصري. قال رحمة الله عليه: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أموالهم. لماذا؟ لأن الكلام سهل والعمل هو الصعب، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، يعني تمهل في الحكم على صاحبه، فإن وافق قوله عمله فنعم ما هو، يعني نعم الرجل ونعم قوله وعمله. فآخيه وأحببه وأودده، وإن خالف قوله عمله فإياك وإياه لا يخدعنك. أرأيتم؟ لا يخدعنك جاء بالفعل مؤكدا حتى لا نقع فريسة تضليل ذلك الرجل المضلل الذي يقول شيئا ويفعل نقيده. أتدري يا سيد أتدري، إن وصية الإمام الحسن البصري هي وصية سائر العقلاء على مدى الزمان، ولكن القلوب تغفل، كما أن شهوة الوصول السريع أو شهوة التكاثر بالأموال والأنصار تلهي وتدعو إلى التجاوز عن العلم الموروث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللهم ألهمنا الصدق وحببنا فيه، اللهم اجعل لساني لسانا صدقا، واجعل أقوالي كلها صادقة، واجعل أعمالي خالصة لوجهك الكريم. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئتك يا منصور بالنص الذي وعدتك به أمس عن جمال الطاعة وروعتها. جزاك الله خيرا، تفضل. يا الله، أوصى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص وقد أمره على حرب العراق فقال: اسمعوا جميعا، يا سعد، يا سعد بني وهيب، لا يغرنك من الله إن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله، فإن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء
ولكنه يمحو السيء بالحسن، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته. ماذا؟ ليس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته تعالى. فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، والله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة. ماذا؟ ويدركون ما عنده بالطاعة. أحسنت. فانظر الأمر الذي رأيت النبي عليه منذ بعث صلى الله عليه وسلم إلى أن فارقنا فالزمه، فإنه الأمر. هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين. سمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ممتاز. سمعنا. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. أي فمن يؤمن بالله تعالى فلا يخشى نقصانا من حسناته ولا ظلما بزيادة سيئاته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يخاف أن ينقص من حسناته ولا أن يزاد في سيئاته، لأن البخس هو النقصان والرهق هو العدوان. سمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأولئك هم المفلحون. اسمعوا هذه الحكاية عن عمر بن عبد العزيز. عندما اختير أميرا للمؤمنين على رأس الدولة الأموية في دمشق، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإنه ليس بعد نبيكم نبي، وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب. ألا إن ما أحل الله حلال إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع. ألا إنه ليس لأحد أن يطاع في معصية الله. ماذا؟ ليس لأحد أن يطاع في معصية الله. أحسنت. ألا إني لست بخيركم ولكني رجل منكم، غير أن الله جعلني أثقلكم حملا. خلق الله الأذن للسمع، فبالأذن نسمع، ومن الأذن يتدلى القرط، فالسيدة تتزين بقرطين متماثلين في أذنيها الاثنتين. عندما كان عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين على رأس أغنى دولة في عصره، بعثت إليه ابنته بلؤلؤة وقالت: إن رأيت أن تبعث لي بأختها حتى أجعلها في أذني. فأرسل إليها بجمرتين ثم قال لها: إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك بعثت إليك بأخت لها. هذه هي الحكاية يا صديقي، وإنني يائس جدا. يائس؟ عفوا، كأن أذني سمعتك تقول إنك يائس. بل أنا يائس جدا. أتدري؟ إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بأمرها الصدر الرحيب، ولم يرى لانكشاف الضر وجه،
ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجير. آمنت بالله. ونعم المغيث. أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. قل إن شاء الله. إن شاء الله. عفوا، قبل أن أترككم أريد أن أنبهكم إلى مخالفة شرعية. أعوذ بالله. مخالفة شرعية؟ نعم مخالفة شرعية. فاليأس غير جائز، غير جائز في الإسلام. أم أنكم لم تسمعوا قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أي لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا من رحمته سبحانه. 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 الطاعة. أطاع يطيع تطيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله، حفظك للشواهد ممتاز. وأنت يا أختي، أطاع يطيعون تطيعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. جيد، هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران. إن تطيعوا الذين كفروا، نريد شاهدا قرآنيا وردت فيه كلمة تطيع مجزومة بلا ناهية. نعم، هذه آية كريمة من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أحسنتما، الحفظ اليوم ممتاز.